مشاكل العمل هل ممكن أن تكون سبب رئيسي للإصابة بالجلطات؟ لمناقشة هذا الموضوع خلونا نرحب بضيفنا الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين. أهلا بك دكتور، حياكم نورنا. الله، يا أهلا وسهلا. بداية، الغضب الشديد على الإنسان إيش ممكن يتسبب في صحته؟ أوكي، أشكركم على اهتمامكم بالتوعية الصحية، وحقيقة هذا واجب لكل واحد منا، بالذات المسؤولين في الإعلام. بالنسبة للغضب، الغضب هي حالة تعتري الجسم، يرتفع فيها الضغط حوالي 15 مليمتر ميركوري، ويزداد العبء على القلب، تزداد النبضات، ويزداد انقباض الشرايين. الغضب العادي ما يأثر على أغلبية الناس، الغالبية العظمى من الناس يمرون بغضب يومي وما يأثر عليهم، لكن هناك ناس ما يتحملون الغضب، اللي هم عندهم مشاكل في شرايين القلب، سواء كان يدري ولا ما يدري. في بعض الناس يتحرك في الشارع عنده تضيق الشرايين، هو ما يدري ان عنده تضيق الشرايين. الناس اللي عندهم ارتفاع شديد في الضغط، الناس اللي عندهم ضعف في عضلة القلب، هؤلاء إذا غضب شديد ممكن تصير له مضاعفات. المضاعفات هذه ممكن تجمع سوائل، ممكن عدم انتظام في نبضات القلب، ممكن وفاة. قد سمعتي كثير في ناس غضب وزعل وراح لمكتبه ولا راح لسريره ونام. صحيح. وتوفي. صحيح. طبعا هذا ما يعني انه الغضب كل الناس اللي يغضبوا يتوفوا، ولا يعني انه الغضب آمن ما يسبب مشاكل. صحيح. ولكن يعني هناك مجموعة من الناس ما يتحمل الغضب ولا يتحمل الانفعال، زي مثلا اللي قلتي انه مثلا الانفعال اثناء العمل، وواحد قدم اجازة ورفضت اجازته. هذا ما يستغل من الموظفين انه اي واحد يقدم اجازته ممكن تيجي جلطه فلا ترد الاجازه. لا، مو صحيح. من حق المدير العمل تبع اللي سير العمل انه يرفض الاجازه، لكنه هناك مجموعه من الناس اللي عندهم ضغط، اللي عندهم كوليسترول، اللي عندهم مشاكل في القلب، يجب ان تكون طريقه ايصال الرفض لهم طريقه خاصه. يعني ممكن يجلس مع المدير، يشرح له الظروف، ترى العمل متعطل، انا بعطيك الاجازه في وقت اخر، ايش رايك نقسمها على ايام معينه؟ انا مو هدفي ارد اجازتك، لكن ايش رايك شوف العمل من يغطيه من زملائك هنا، ومن يغطيه من هنا، ومن يغطيه من هنا، خلاص نجدولها. صحيح. يعني يشركه في اليه القرار. جميل. مو مرفوضه وبس. بعض الناس ينصدم زي كذا. صحيح. ممكن يزعل يعني. طب خليني اسالك دكتور، كيف احنا ممكن نتعامل، يعني قبل نتعمق في الموضوع، كيف انا ممكن اتعامل في نوبات الغضب هذه؟ يعني مثلا شخص جدا عصبي، كيف يقدر يتعامل مع نوبات الغضب؟ سواء كان عنده يعني مثلا علم انه هو يعاني من ازمات قلبيه او لا. اوكي، طبعا كل الناس يغضبون، وفي المفروض الواحد في حاجات لازم، في غضب محمود وفي غضب غير محمود. الغضب المحمود انه إن اذا شفت شيء يزعل، مثلا مو معقول اشوف خطا كبير جدا عندي في بيتي، في المحيط اللي حولي ما انفعل. هذا غضب محمود. واحد ظلم لازم ينفعل، شيء طبيعي. صحيح. مو طبيعي انه ما ينفعل ولا يدافع عن حقوقه، حتى الطفل الصغير ينفعل. صحيح. فهذا الغضب المحمود. نحن نتكلم عن الغضب الغير محمود، يعني مثلا شيء بسيط وتكون ردة الفعل كبيرة له جدا. انت البشر اللي قدامك، زملائك في العمل، الناس الموظفين اللي يشتغلوا معك في العمل، بالمئات فيهم اللي نفسيته ضعيفة، فيه اللي عنده اكتئاب، فيه اللي عنده ظروف، عندهم مشاكل، فيه اللي خاصة. عندهم مشاكل خاصة، فيه اللي عنده ديون، فيه اللي عنده أحكام بالسجن وخايف منها، فيه اللي موقف خدماتهم، فيه اللي يستخدم أدوية نفسية، فيه اللي عنده مشاكل في شرايين القلب. أنت ما تدري، مو مكتوب على جبينه كذا معاه كذا وكذا. صح. فأنت لازم تكون لطيف، وقولوا للناس حسنا، خلي كلامك لطيف مع الناس. حتى لما تكون مدير لازم قراراتك تكون مفهومة للناس الآخرين، وما هو سببها، ونحن نقدر نشتغل أنا وياك في طريقة تنسيق إجازتك متى الوقت المناسب لك، بحيث أنه ما يتأثر العمل. مو معقول مثلا في الإجازة عندي 50 موظف كلهم يبغوا إجازاتهم. مو معقول. فعشان كذا الموظفين، المدراء اللي عندهم نوع من القيادة، من أول السنة يقول
ترى السنة القادمة قدموا إجازاتكم من الآن عشان نقسم العمل بحيث كل منكم يستمتع بإجازته. جميل. وهكذا يكون في تنسيق يعني. هو طبعا دكتور زي ما ذكرت أنت المدراء اللي عندهم نوع من القيادة كثير يخلطوا أو ما يعرفوا إيش هو الفرق بين الزعيم أو الرئيس في العمل. صحيح. والقائد. نعم. في العمل. لو تقدر توضح لنا هي يعني الجملتين كذا ببساطة. في في طبعا هذا شيء خارج عن الطب لكن نناقش فيه، يعني فيه مدير هذا وظيفته بس يمشي القوانين، ألف زائد ألف واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما لي شغل فيك، بيني وبينك القانون، زعلان روح اشتكي. صح. هذا انتهينا منه. هذا عادة ما يطولوا في أماكنهم، وإذا طولوا يطلع بسمعة سيئة وما أحد يحبهم في إدارتهم، والمورال كل واحد تلقى من الموظفين يقول يا عمي أنا أجي أسوي شغلي وأضرب الباب، ما لي شغل بخلق الله. صح. هذا تلقى النفسيات صار في أنانية كذا في العمل. لا. لأنه هو أصل المدير كذا، هذه أنانيته، بيني وبينكم القوانين. صحيح. وفي قائد، لا القائد هو عنده رؤية، ما يهمني أنت متى تيجي، يهمني إنتاجيتك. بالضبط. ما أقعد أتصيد عليك أخطائك، أنا أبغى إنتاجيتك إيش هي، أنت تحب تتأخر حتى لو أخطأت كيف ممكن نعدل كيف أو نصحح هذه الأخطاء. وإنتاجيتك أنا قيسك بإنتاجيتك. نعم. في بعض الناس يجلس على الموظفين يتأخر خمس دقائق حسب منه. أيوة صحيح. في بعض المدراء يقول لا أتأخر زي ما تبغى بس شغلك ينتهي، شغلك ينتهي أو ساعات العمل حقتك تكون منتهية. صح. مع زيك زي زملائك وكذا كمان الموظف يعطي أكثر. بعدين هؤلاء يحبونهم رؤساء، تلقى حتى لو اتصل عليهم، يعني أنت يا ما سمعتي من زميلاتك وزملائك يقولوا أخي والله العظيم مدير اتصل علي وقال تعال لي في الويكند في شغل ورحت لاني مستحي منه. صح. هذا يحبوه. لكن في مدراء لا، بيني وبينك الدوام انتهى يوم الخميس الساعة 2:30 ما لك شغل عندي. صحيح. فهذا هو المدير. صحيح. صح. طيب دكتور خالد، أنا بالنسبة لي عندي لبس، يعني عندي لبس ما بين الجلطة وما بين السكتة الدماغية وما بين السكتة القلبية، هل الزعل أو الغضب ممكن يكون سبب من أسباب أو من مسببات الجلطة والسكتة الدماغية والسكتة القلبية؟ طيب نجي للمفاهيم هذه يحتاج لها تبسيط. جلطة بالمفهوم العام هي عبارة عن انسداد في شريان. صحيح. هذا الجلطة قد تكون في الرجل، قد تكون في الدماغ، قد تكون في العين، حمان الله وإياكم والمشاهدين، قد تكون في البطن، قد تكون في أي محل. صحيح. أوكي. قد تكون في الكبد، فالجلطة ممكن تكون في أي محل. طيب نجي على الجلطة، في جلطة اللي أنت سألتي يعني، في الجلطة الدماغية وفي الجلطة القلبية. المهمات اللي أكثر ما يسبب الوفيات الجلطة القلبية. صحيح. يليها الجلطة الدماغية. طيب إيش هي السكتة؟ السكتة هي توقف القلب عن العمل، وهي نتيجة غالبا للجلطة. أيوة. فلما يقول واحد جاته سكتة قلبية، سكتة قلبية يتوقف قلبه، تأكد أنه كان في جلطة. 90% من الحالات هذه يكون عندهم جلطة. نعم. ولذلك يقول سكتة، وهو مصطلح عام بين الناس. لكن الغالب هو الجلطة. السكتة الدماغية هذا مصطلح الناس العاميين اللي ما عندهم، ما في حاجة اسمها سكتة دماغية. أيوة. بس هم يقصدوا الجلطة الدماغية. الجلطة الدماغية فتلخبطوا معاها مع الجلطة القلبية والسكتة القلبية. طيب. فقالوا السكتة الدماغية. طيب دكتور إيش أعراض الجلطة؟ يعني أنت بتقول قبل ما تجي السكتة القلبية في جلطة قبلها، يعني صح. إيش الأعراض اللي تظهر على الإنسان المصاب بالجلطة القلبية؟ طيب الأعراض اللي تيجي على الإنسان اللي يصاب بالجلطة القلبية، أولا يجيه ألم بين الثديين، مو نغزات. أيوة. ما هو دبوس يروح يتحرك. أعرف الدبوس. أيه. لا أنا أتكلم عن ألم شديد بين الثديين، نار ضغط. ضغط ولا كيف؟ جايك في الكلام. انفجعت لي. عرفت الألم. ألم ألم شديد يجي بين الثديين. أيوه. الألم هذا يصفون الناس بطرق مختلفة. في بعض الناس يقول حرقان. أيوه. في بعض الناس يقول نار مولعة. صح. في ناس يقول لك لا سكين. كأنه سكين طعنتني. أو شيء كاتم. في ناس يقول كأنه ثقل كبير. أيوه. جدا على صدري. صح. فكل الناس يختلفون في وصفه. أيوه. وهذا يطول لا يقل عن 5 دقائق. أيوة. وغالبا يطول في 20 دقيقة، في 30 دقيقة، في 40 دقيقة. ما يخف. ما يخف. أيوة. في تفصيل عام بس إنه غالبا ما يخف، مو النغزة اللي تروح وتيجي. لا. شيء ثاني يكون مع تعرق شديد. صح.
تكون معه غثيان. جميل. الشخص اللي مصاب بالجلطة إذا شفته في مجلس في 40 شخص تعرف تطلع كيف، لأنه ما يتكلم، تلقاه ساكت ويخاف، لأن هذا شعور غريب ترى، إنه واحد تجي حرارة قوية وينشغل في نفسه ويتعرق وتلقاه ساكت زي كذا ويتألم. بعضهم يحط يده على قلبه كذا. هذه اللي أعراض الجلطة. نعم. طب دكتور برضو من ضمن الأعراض في ناس يقولك مثلا لما تبدأ تحس بتنميل في كتفك مع يدك اليمين يبدأ ينزل اليسار، تنميل في كتفك ويطلع الألم على كتفك ينزل على يدك وتبدأ ما تقدر تحرك يدك اليسار. نعم. هذا برضو من أعراض لا، هذا مفهوم خاطئ خاطئ جدا منتشر بين الناس. دعيني أوضح لك النقطة هذه. طب دكتور خلينا نوضح هذه النقطة. طيب. بعد إذنك، ولكن مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع دكتور خالد النمر. طيب. ورجعنا لكم من جديد مع الدكتور خالد النمر، وهل مشاكل العمل تكون سبب في حدوث الجلطات؟ طيب دكتور خالد، احنا قبل ما نطلع على الفاصل كنت جالسة بسألك انه في بعض الناس بيواجهوا آلام في الكتف اليسار مع اليد اليسرى، بعض منهم بيكون آلام بعض منهم بيكون تنميل، ايش الفرق بين الألم والتنميل؟ اوكي، آلام القلب، آلام. حطي تحتها خطين، آلام القلب تيجي على الرقبة أحيانا وقد تأتي على الذراع. لكنها آلام. آلام يعني يشتكي لك المريض يقول يا دكتور أحس ألم شديد في يدي، لكن التنميل نمل كذا كأنه يقرص أو دبابيس لا يأتي من القلب، لا يأتي من القلب نهائيا. فيجب أن تبحث عن سبب آخر، قد يكون فقرات الرقبة، قد يكون الأعصاب حقة اليد، قد يكون أسباب متعددة. صحيح. قد يكون أملاح الكالسيوم، لكن أنت يجب أن بس التنميل ليس من أعراض القلب في اليد، وهذه الظاهرة نراها كثير جدا في العيادة عندنا، يجي ويشتكي من تنميل في اليد ويحس بأنه القلب. لا، التنميل في اليد، التنميل في الوجه، صفقة الوجه. أيوة. هذه تجي مع جلطة الدماغ. أيوة. وليست جلطة القلب. إذن أعراض الجلطة القلبية اللي هو ألم حاد في الصدر وتعرق حاد. وتعرق وضيقة. أيوة. في النفس وغثيان، بعض الأحيان خفقان وغثيان، بعضهم يطرش بعضهم يغمى عليه. أيوة. بعضهم يوقف قلبه نهائيا يحتاج انعاش. لكن الغالب هو ما ذكرنا. ولكن هنا يتم التدخل، يعني هنا لازم الواحد إذا جاته هذه الأعراض ممكن أنه تكون بوادر التدخل. لازم يكون قبل إذا تجي الأعراض هذه. أيوة. أنك تقعد تنتظر حتى تجي الأعراض هذه متأخر. طب كيف أتدخل إذا أنا ما أعرف؟ هنا الثقافة، هنا الوعي الصحي اللي ننشره للناس. أنه يجب أن تراجع طبيبك، يجب أنك تشيك السكر والكوليسترول وتشيك الدهون الثلاثية. إذا كنت مدخن تسوي تصوير قلب وجهد، إذا ما كنت مدخن تشوف وضع الجهد حقك كل 5 سنوات، وهكذا تسوي. يعني تحتاج أنك تسوي فحوصات قبل لا تقع المشكلة. أيوة. دكتور، الأخبار اللي تكون مرة تخوف هل هي سبب في هذه الأعراض؟ النقل الأخبار، لأنه في ناس إذا خافت، وأنت بكرامة لأنك قبل شيء ذكرت التطريش، ففي ناس إذا خافت بس مجرد الخوف تسترجع. كلام صحيح. طيب يعني هنا كيف إحنا نقدر نفرق نسوي لبس؟ نفس الكلام اللي قلناه، إنه ما هو كل الناس لهم نفس النفسية ولهم نفس القدرة على تحمل الأخبار السيئة. في بعضهم تجي جلطة، ليش؟ لأن غالبية الناس يتحمل الخبر السيء. إذا قلت له خلينا نقول 95%، 97% من الناس أي خبر تقول له سواء مفرح جدا ولا سيء جدا يتحمله. لكن هناك مجموعة من الناس 2% كبار سن، ناس عندهم أمراض قلب، أمراض النساء، الأمهات اللي عندهم أمراض نفسية، اللي ياخذوا أدوية نفسية. اللي عندهم ضغط غير متحكم فيه. اللي ما عندهم دعم نفسي للمشاكل إذا جتهم، اللي يعني على قد حالهم في طرق تحمل المصائب، هؤلاء ممكن ينهار من الخبر الشين. صحيح. فيجب أن
تقول له الخبر بالتدريج. وإذا أنت ما عندك مهارة خذ المريض سواء توكل أحد يعني له خبرة من معارفك يقول له الخبر، أو أنك ما عندك أحد خذ المريض نفسه هذا أو الشخص وديه للطبيب وقول للطبيب يعرف كيف يعطيها الخبر. لأن من الأشياء اللي ندرسها طلبة الطب كيف تعطي الأخبار السيئة للآخرين، ففيه كورس معلمية، فيعني هذه المهارة عنده. بالإضافة لو صارت المضاعفات طبية يقدر الطبيب يتدخل، وهذه طريقة كويسة. أنا أعرف ناس هنا يعني رأيتهم من مرضاي، عندما أحد مريضاتي توفي ابنها راحوا، طبعا ما عندهم خبرة يقولوا لها الخبر ولا يقدروا يكتبون عليها وقت طويل، فراحوا جابوا الطبيب حقها اللي هي تراجع عنده بانتظام يزورها في البيت ويراقب ضغطها وقال لها الخبر وأعطاها حبوب مهدية حتى مر الموضوع بالسلام. طب هنا يا دكتور في ناس تقدر تصرف، لكن مثلا لو تكلمنا عن المؤسسات والشركات سواء كانت حكومية أو خاصة، هل تعتقد، هل باعتقادك أنه ممكن يهتم المدير زي ما ذكرنا أنه في ناس كثير رئيسة وليست قائدة؟ نعم. يعني في ناس كثير بتفكر في فقط يعني ما بتفكر يعني أنا كمرؤوسة مثلا ما أظن أنه مثلا هيهم رئيسي سواء كنت أنا أو غيري أنه مثلا هموت من الخبر أو ما هموت. صحيح. فما أظن يعني ما أدري أنا من وجهة نظرك أنت كدكتور يعني. خالد أيوة يعني ما هياخدوا أنه يعني مثلا ما هيجي المدير ياخد الموظف أو الموظف اللي عنده ويوديه الدكتور ويقول له نعم كلام صحيح. الخبر هيكون مفجع. كلام صحيح. وهذه هي هذا المدير. لكن اللي أبشرك فيه أنه حتى وزارة العمل الآن مهتمة جدا بهذا الموضوع وبالسايكولوجيكال ويل بينج، الراحة النفسية للموظف. أنت تبغى إنتاج اهتم بالراحة النفسية للموظف. المدير هذا اللي يمشي على القوانين خواف مرة من اللي فوقه، فلو درى أن وزير العمل ووزارة العمل تتابعه وأنه واحد من الموظفين ممكن تجي جلطة كذا يقعد يسوي لأنه يخاف من الكلام اللي فوقه، صح ولا لا؟ فهؤلاء لو درى أنه تحتهم عين ومراقبة، وترى لو صار للموظف هذا شيء تلقاه يتأكد 1000000% أنه يحل مشكلتك قبل لا يسبب لك مشكلة. وهذه هي الفكرة. كمان تعقيبا على جوابك يعني عذرا، لكن الأخصائي الاجتماعي يلعب دور كبير سواء كان في الشركة والمؤسسة، احنا قليل ما نشوف أخصائي اجتماعي في شركات. لابد، هذا مفهوم جديد في العمل الحكومي والعمل الخاص، لازم يكون في وحدة للرؤية السايكوسوشيال، الدعم النفسي والعضوي للناس الموجودين. زي ما في شركات عندهم طبيب، في شركات عندهم أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي يساعد الموظفين، يكون عندهم منافع الحالة، عنده الناس التعبانين يدعمهم، أنه يحس الموظف أنه أحد مهتم فيه. يعني إذا تعبت نفسيا في أحد يقدر يساعدني، إذا تعبت عضويا في أحد يقدر يتابعني. فالمؤسسة هذه أعطيها جهدي كاملا لأنها ما هي مقصرة علي. صحيح. طيب دكتور خالد، من ضمن الأعراض اللي أنا كنت بتكلم معك فيها قبل ما نطلع هوا، أنا بقول لك في الكثير من السيدات بتحس أحيانا تقول أنه أنا في دائما أحس بكتمة على ناحية صدري اليسار، أو كأنه في أحد ضاغط عليه بيعمل لي زي الإنعاش الرئوي. نعم. هذا الشيء ممكن يكون برضو من الأسباب أو من عوارض أنه السيد يكون عندها جلطة؟ طبعا اللي ننصح الناس فيه إذا حست بهذا الشيء تروح تزور أقرب طبيب لها. طيب. لأنه يجب أن يكون التقييم من طبيب. الغالبية العظمى من هذه الأعراض ليست من القلب، الغالبية العظمى. الغالبية العظمى غالبا تكون شد عضلات حقة الصدر. لكن نحن ما نقول الكلام هذا للناس ويقول شد صدر واجلس في البيت. لا، روح للطبيب، خلي الطبيب يقيمك ويتأكد ان القلب حقك كويس وذاك الوقت يعطيك العلاج المناسب. فما نقول لهم لا، انت اذا عندك ألم في الصدر روح لأقرب طبيب. طيب. ما تبغى تروح لأقرب طبيب اتصل على الإسعاف. الإسعاف والإسعاف هو يدلك إيش تسوي. طيب، مقولة إنه لما أحد يحس بأعراض زي كده كح قد ما تقدر، كلتم أشرب زنجبيل، أمضغ أسبرين، نعم، دي الأشياء يعني
من وجهة نظرك كاستشاري قلب، هل هي صحيحة أفضل أكح لو أحد أو أنصح أحد يكح؟ هذه من أساطير الأولين، شيء انتهى وراح. العلم الحديث يقول أنه الواحد إذا عنده ألم في صدره ما يكح، بالعكس الكحة تزيد ألم الصدر صحيح. وتزيد ألم القلب وتزيد العبء عليه. ولذلك أنا أمنع المرضى وأقول لهم لا تكحون إذا حسيت بألم. طيب إيش أسوي؟ ولا أسوي شيء. إذا حسيت بألم شديد اتصل على الإسعاف، هو يدلك تأخذ حبة أسبرين، تنتظر الإسعاف يجيك، ارتاح حتى يجي الإسعاف، وهو عنده أكسجين، عنده تخطيط قلب، عنده أشياء يقدر يساعدك فيها. صحيح. طيب دكتور خليني أسألك عن بعض المعتقدات عند الناس وجاوبني صح أم خطأ. طيب بس صح او خطا يعني. صح اذا في تفصيل اديني تفصيل. طيب بعض الناس يقول لك لا تصحوا احد نايم وتفجعوه كذا يعني بصوت عالي لانه ممكن يسبب بجلطه، صح ولا لا؟ هو المفهوم صحيح انه لا تصحوا احد وتفجعوه مباشره لانه ممكن يغمى عليه، لكن جلطه نادرا جدا. نادرا إيه؟ طيب التوم ينظف شرايين القلب، هذا خطا. طيب على المدى الطويل الناس اللي دائما يشعروا بالغضب، هل يسبب الغضب أمراض مزمنة كالسكر والضغط وكذا؟ سبب رئيسي؟ ما في، أثبت الدراسة المشهورة اسمها إنتر هارت إن التوتر المستمر والنفسي والاجتماعي من أسباب جلطات القلب وارتفاع الضغط والسكر. طيب مريض هذا ما يعني أنه مو معقول واحد يجي سكر يقول يا أخي كله من زعلك دائما أنت زعلان. لا، يمكن مسكين ما له شغل، يعني هو متوتر وجاه الضغط السكر والضغط. هذا واحد. اثنين، هي حلقة مفرغة. ترى يعني من الأشياء اللي تصير في ارتفاع الضغط وعدم التحكم به أن الواحد يصير سريع الزعل. صح. يعني بسرعة جدا يثور لأبسط الأمور وأتفهها. فقد يكون واحد يقول شفت، فيطلع مع ضغط يقول شفت كثرة الزعل حقك جاب لك الضغط. لا، هو مسكين أصلا ضغط مرتفع وصاير يزعل كثير. لما يتحكم في ضغطه تروح الأعراض هذه عنه. أيوة. فلا، نعم صحيح أن لها تأثير نفسي الزعل والتوتر، لكن ما هو أنه للدرجة اللي يتوقعوها الناس أنه حتى سبب أمراض عضوية. بس في حاجة فاتتك. إيش؟ يقول لك كمان تعد من 1 إلى 10 تأخذ نفس، هذا يهدي، هذا يخليك أهدى لما يكون شخص في مرحلة غضب. الغضب دائما أنا أقول إذا غضبت اقطع الحوار اللي أنت موجود فيه مهما كان السبب. غضبت مع حتى لو مع رئيسك؟ بالعكس، هذا من باب أولى. لأنه إذا وصلت مثلا، إذا وصلت أنه أنا ناقش رئيس في العمل ولا ناقش واحد نقاش حاد وحسيت بألم ولا ضيقة في النفس، هذا معناه ارتفع الضغط عندي، ولا حسيت تنميل في الوجه ولا تنميل في اليد، هذه جلطة قادمة. على طول اقطع الحوار مهما كلف الثمن. هذه أول نصيحة. أول نصيحة تقطع الحوار وتروح وبعدين تتفاهم في الموضوع بطرق أخرى. لكن صحتك ليس لها ثمن. صحيح. نعم. طيب دكتور خالد النمر، جدا تشرفنا بوجودك معنا وأكيد استفدنا المشاهدين استفادوا. فعلا دكتور. الله يسلمكم. مشاهدينا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي.